حين يمضون وحيدين ترافقهم عكازتهم فقط في طريقهم نحو المستقبل، يجدون صعوبة بالغة في تصور كيف سيكون غدا بعد أن يصبح مسجونا بحاضر العجز. عندها تبتر الطفولة بعمر مبكر وتصبح حملا ثقيلا على حاملها. تتعدد صور معاناة الأطفال وأوجاعهم. يفقد طفل إحدى عينيه، يتوقف عن الرؤية تماما ويبقى أسيرا بأوجاعه وآلام وطنه. ينتظر أحدهم مثقلا بجراحه مصير أخيه الملقي في سرير غرفة العناية المركزة، ينتظر دوره في الموت أو العيش مع عاهة مستدامة، أو في أحسن الأحوال العيش بندوب تبقى آثارها الكبيرة دهرا على أجسادهم الصغيرة. مشهد آخر يستمر بالتكرار حين يقدم إلى المستشفيات أطفال تغطيهم دماؤهم، وتشهد ألعابهم التي رفضوا التخلي عنها وهم يصارعون الحياة على براءة منتهكة وجراحات ستنمو معهم حين يكبرون. تقول آخر الإحصائيات إن عدد الجرحى من الأطفال في محافظة تعز بلغ 796 جريحا، وما يزال في ارتفاع ملحوظ مع تواصل القصف العشوائي على مساكنهم وحتى أماكن لعبهم. هو عدد مهول من تعز وحدها، فكيف إذن بباقي المحافظات؟ وماذا عن أولئك القتلى من الأطفال الذين فقدوا حياتهم في حرب أشعلها الكبار ليكونوا أكبر ضحاياها؟ بالرغم من كل ما كتب وقيل عن وضع الطفولة المأساوي في ظل الحرب القائمة حاليا، فإنه لأشد تعبيرا من كلمات طفلة تحكي عن فقد كبير تعيشه بعد رحيل الأمان عنها. ماذا يا القدر ما تغني؟ خير 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 خير.